جود مورنينج مستر فواز. جود مورنينج. الموظفين مستر فواز يبغون يقدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني وحشتيني وحشتيني. ورايا يا شباب عزم الله أجركم. يا لها باللي له الخافق يهلي هلي من الفرحة وروحي بات هلي هلي إلا شفته ولو في النفس ضيقة ضيقة تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما يخلي خلي. جمانة ارفدي لي سبعة من الموظفين هذول يلا. ليش مستر فواز هبا؟ ايوه هبا جننت انا، ما كانوا بيقولوا ورايا بصدق، كان كل نفاق ورياء، ليش هم ياخذوا رواتب ويسووا شوبينج وانا افضل حزين على ام ولدي، وكلمه زياده هتحصليهم، يلا. حاضر. اه يا جمانه والله ذكرتيني بجرح عمري وغلطه عمري في نفس الوقت، والله اخذت زهره شبابي وفلت، ذكرى كامله يا هذه. الخامسه مستر فواز. خامسه؟ خمس سنوات يا والله مر علي كأنهم ست سنوات. ما علينا، يعني فيها مشوار للمقابر اليوم يا أوكي. كان عندي شيء مهم والله كنت أسوي، لكن لازم نروح المقابر ده واجب. مستر فواز كان نفسي أروح السينما في فيلم جاكي شان أكشن موت. أحبك وأودك وأموت وأموت بهواك. هلا 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 العندليب جاي لك يا دبي. تحمل تحمل جفا. هلا 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 أحبك وأودك وأموت وأموت بهواك. هلا 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 قلبي عشانك تحمل تحمل جفا. هلا 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 ليالي تعدي بدون الحبيب، وكم يا حياتي اشتقت اللقاك. هلا 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 انت يا ابني كلم اخويا فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت. يا خبر ابيض يا فندم، حضرتك فوله واتقسمت نصين. انت صاحبني يا ابني ولا ايه؟ يلا خلص شوف شغلك يا فندم. ده احنا مصريين زي بعض. ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض، مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها. يلا لو قولي صحيح، اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا، كنت مهاجر سنين في صفه اللبن، انت عارفه الافخر فيصل دي. اخويا قالوا لي عنده شركات، هي دي اني واحده فيهم؟ حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط. ادويه؟ يخرب بيت حظك يا محروس. ما يلا هات شوف شغلك. الو وصليني بسكرتيره لو سمحت. عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي؟ لا دي ولا دي. لا دي ولا دي، يبقى اكيد في مفاجاه يا جماعه. كده عيب، ده احنا مصريين زي بعض. الله 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 الله، هي دي المرجله برضه، هي دي الجدعانه، هي دي الجدعانه. اخس عليكم اخس عليكم اخس عليكم. بقول لك يا كابتن، ما شفتش سواق تاكسي مشي دلوقتي سرق مني 45 دولار. لا والله ما شفته. هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا سيارة صاحب الشركة. سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل. ده اخويا صاحب الشركة فواز. فواز استنى فواز يا عم، وقف السفينة دي. Thank you.
والله حزين والله حزين والله فراقك صعب يا أمي يزيد والله لا أروح القبور دحين وما أدري أبكي على فراقها ولا أبكي من الشوب والرطوبة هذه وين سيارة المقابر واليوم الأسود موجودة مستر فواز تعال 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 أنا قلت لك روح لا قلت ولا ما قلت لا ما قلت روح أنت ليه ما رحت روح مستر فواز تعال أنت تقول من نفسك تروح أنا أقولك تروح يلا روح هو يوم أسود من أوله والله فراقك صعب علينا والله والله قهرتيني والله رحمة الله عليك رحمة الله عليك يا أبو يزيد رحمة الله عليك طب طب وقلع يا يقول لنا تأخرت يا عليم فواز جانبتم أنا قلتم كأنسا يوك أجيدوا به الحياة دقنك دي ما فهمك ادخل قول لي فواز به قصة أخوك فوزي برا خوزي أنا سعيد بيكو قوي قوي شكلكم انتوا الاتنين توأم زي أنا وأخويا فواز بعد سنة عصونا عمن فوزي كروة بصايا يا على لعبة القدر ايه ده ايه ده دي غريبة قوي أنا ماما قالت لي إن أخويا خليجي مش هندي آه بص حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي بس مش مشكلة ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين يمكن حبيبي يا أخويا تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا فواز أبيك يا أبو الطيري أنا عارف إن الصدمة صعبة عليك بتقول كلام مش مفهوم خش في لحمك أخويا خش أري يا سبعتك يوكرتا أركتك وركتا أنا عارف إن أنت ممكن تتلوس وتتجنن خش في دمك حبيبي أبيس أبارك روي يا أركي خش في عظمك أخويا ايه 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 بايا ايه ايه انا ما فيش اخوك امال انت مين انا خان كابور كان خابور وبقيت ايه دلوقتي خان كابور المربي الخاص لمستر فواز وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخبيري ما انا قلت كده برضو مش معقول تكون انت توامي دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها معك فوزي عند اللي بتدق اري انا يعرف انت منو لقد ولدت على يدي طب قول لاخويا كده لحسن انت مش مصدق خالص عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك اكسكيوز مي حبيبي كم هير هوم سي ميك لايك مي سوي مثل انا 1 2 تك 1 ايه 1 2 تك 1 2 تك يس حبيبي 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 بقول لك يا ولد بقى عم خبور اخوك على لحم بطنه اي فرختين جمالين ها الحياة بقى لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي الشغالين اللي هنا فين؟ انتوا يا بهايم اي حد يجيب لي فستق لا 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 الحزين عايز ابكي لا 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 فرحان عايز اضحك مجنون يا فلحي ده اسمه كلام يا ست حد يدخل على الناس كده من غير لائحه ولا دستور تو مين ام سوري مستر فوزي خان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء ايش هذا الشيء ايش هذا الشيء ما شاء الله ايش هذا القمر بيبي ابيض وجميل يا انتي بنته ده باصه كمان ايه ده مين اللي عمل فيك كده ياسا في حد شد لك ده بنته ده انت بنت بص بص امر ما شاء الله سفتة بنته هو مين ده هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي ابن اخويا ادخل في حضن عمك يا حبيبي يا ابني مرحبا هلا والله اكيد انت مرات اخويا فواز معاكي فوزي عند اللي بتدقي مستر فوزي انا مو زوجة اخوك انا سكرتيرته زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين ده شيء يسعدني جدا جدا تعالي معايا مرحبا انت لسه واقفه تفضلي استريحي شكرا اهلا وسهلا تفضلي واحده
ما كانت بتقعد كانت الكنبه بترجع. وحضرتك مش متجوزه؟ لا مش متجوزه. ولا ماشيه مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضيه خالص؟ ها؟ اه فاضيه. مش عايزه تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي، انا مو مرتبطه وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا اوعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي، استاذن انا. رايحه فين وانا مش هشوفك تاني؟ اذا بغيت شيء كلمني على غرفه رقم 4. يا خان وديني شنطتي غرفه رقم 4. بقول لك ايه يا قطه، انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز. هو اتقتل ولا ايه؟ اليوم الذكرى السنويه لزوجته الله يرحمها، وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله. تحب تروح لك نوع من المشاركه؟ طبعا اروح له، اروح له واشارك اخويا في احزانه. اول يوم اقضيه في دبي في المقابر، نفسي اعرف مين اللي نظر ونق في السفريه دي. يا ابن المحظوظ يا فوزي، ده زمن وهايص. يا سندس يا ام العيال، بعد فراقك يا سندس الورود ذبلت، البلابل صارت تنوح. يا اخ انت يا بيتهوفن، ايش في ليلتك؟ انا جايبك واعطيك مصاري عشان احس الحزن، بدي ابكي. يعني فين ابكي؟ مقابر ابكي فين؟ شوي شوي الله يرضى عليك، الله يرضى. هذه مرتي، مرتي وماتت. شوي شوي تفضل، لا تأخذني تفضل. يا امي يزي روح يلا روح يلا روح، يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه ياكلك انت والبيان اللي في يدك ده. وطر وطر يا ستار. يا امي يزيد يا زوجتي، تركتيني وحدي، وحدي تركتيني، والله نفس المعنى. ايش هذا قصر الكلام؟ بعدك انا صرت وحيد في الدنيا، والله وحيد. انت مش لوحدك يا فواز، انت مش لوحدك اخويا، ليك اخ بيحبك يا حبيبي. لا عفريت، عفريت. عفريت مين؟ انا اخوك فوزي، قلت لك من مصر. عفريت مصري، تركت مصر وجيت للدبي. عفريت مين؟ خش في حضني ولحمك اخويا. اعوذ بالله، ادعولي. جاني جني، جاني جني قصير مصري، قال لنا اخوك فواز. جاني جاني والله ريته، والله ريته. لا انا لازم اكلم الدكتور بسرعه. شكلها حمى، لا بد من حمادة. يا نهار اسود، اخويا هيضيع مني، ده انا معشرتش غير ربع ساعه. يا فواز عشره ربع ساعه هتضيع في الارض يا اخوي. ما تخافش يا حبيبي، انا اخوك، انا اخوك فوزي اللي كلمتك في التليفون. يعني انت مش عفريت ولا عفريت وبيتكلم في التليفون؟ طب بذمتك في عفريت يلبس قميص بثمان زراير؟ العفريت قمصانهم فيها 40 زرار. تبقى لص وحرامي، وانا الحين وراس ابوي لبلغ شرطه العفريت. كده برضه فواز يا اخويا، بدل ما تفرح بالسر اللي استخبى عني وعنك السنين دي كلها وتاخدني في حضنك، مره تقول عليها عفريت ودلوقتي تقول عليها حرامي. ده انا وانت نازلين من حزقه واحده يا فواز، ده انت التوينز بتاعي. يا انت يا قصير انت، التوينز حقي وتقول نزلنا من حزقه واحده؟ انا اتذكر وانا جالس في الحزقه ما كان في حد جالس وياي. وبعدين هيرو فواز يي تمارا جوروا باي هي بچبن سے اپ دونوں بچھڑ گئے تھے، اپ یہاں اور تمہارا بھائی ادھر کائرو میں، اور میں لقد كنت اتحمل مسؤولية واحد شخص، الان سوف اتحمل مسؤولية اثنين شخص. کاہے روکت ڈگر پیار نردلہ